أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الأخير: عندما أصلي المغرب أبقى على وضوء حتى يؤذن بالعشاء، ولا أشك في وضوئي حتى أكبر تكبيرة الإحرام، فتقع الشكوك في نفسي والوساوس، فهل أعيد هذا الوضوء أو الصلاة، أم هي وساوس من الشيطان؟ أفيدوني أفادكم الله. إذا توضأ الإنسان بيقين فإن وضوءه لا يبطل بالشك، وهذه قاعدة عظيمة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، فما دام أنه متوضي بيقين حصل عنده شك هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض، فإن هذا الشك لا حكم له، ويصلي والحمد لله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أو لا فلا ينصرف، يعني من الصلاة، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا فيه دليل على أن اليقين لا يزول بالشك والحمد لله، وهذه قاعدة الناس وعظيم، وهذه الشكوك من الشيطان، فعليه أن يتجنبها ولا يلتفت إليها.